السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أم رضا بنت كبرين، راكم انت معي محي اسمي محي سبين محي استعملي تسعة. طيب الآن سأشرح لكم أو أتكلم عن نفسي. أوكي، اسمي أم رضا بنت كبرين، عمري 22 سنة، تولدت في سني مكة في 4 نوفمبر في عام 2001، ثم أنا ولد الأول من 4 أولاد. طيب أنا أسكن في سني مكة، يعني في بنات وأسرتي، ولكن أبي أصله ترنجاني وأمي أصلي بنات. طيب مع علاوة على ذلك أنا طالبة في المجموعة أسن في اللغة العربية FLU، الدرس فيها دروس كثيرة وهي إسلام، علوم، قرآن السنة، أدبية، تاريخ. ليس هذا بحساب، أنا يدرس أيضا في العربية مع أستاذة نبيلة، وتاريخ الإسلام، تاريخ عرب جاهلي مع بروفيسوري، لغة ماليزية، مندرية وإنجليزية وغيرها. فأنا أحب عديد اللغة العربية، وبصرف النظر عن مدرستها أحمها فيها، كذلك أكون قادرة على تعلم علوم دينية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن، لغة أهل الجنة، لغة سنة وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتكلم في اللغة العربية وصنعت الأعلام الإسلامية، كتبت بها. طيب ولي هواية منها قراءة والكتابة، رب ولدني لحب قراءة منذ الصغر، وفي بعض أحيان أمرني وأجبرني قراءة إما قراءة كتب دراسيتي أو العلم. فالحمد لله تعالى، لأن بيتك يجعلني فأتى عادة حتى الآن. أنا أتمنى أن أكون مدرسة، ولما أحب جدا حين أنظر أعمال مدرسينا كل صباح يذهبون إلى مدرسة لتعلم علوم ومعارف على تلاميذ، فكان تلاميذ محارون في كثير من مادة دراسية، هكذا كلامي عن نفسي. دعوة الله بعني يجب على تلك أمنتي، أمن يا رب العالمين. مع السلامة.